لا قوانين ما تشملني يا رب، انا توني طازج والله لازم. لا في في انك ما تقول بعلم علمه هي علم انك ما تقول سالفه ولا تكلم هما تعزز بسالفه الرجال. يا ولد خل عنك دقيقه، في شحيمي اسمع صوت شحيمي. انا شحيمي ارحب يلا هي بسرعه. والله اني اسمع صوت شحيمي تسمع. اي والله انا اسمع حتى شحيمي. طير صغيرون اسمه شحيمي. طيب زين الصوت زينه. احنا شهر الحين اخر 8 صح؟ ها؟ احنا اخر 8 قصدك تدخل باقي الحين؟ لا بتسعة اخر اوجست بتسعة يعود. ها؟ ايش فيك؟ شهر 8 ما عاد باقي رمضان شيء. ارحب لا مو درجة شهر 8 انجليزي. شنو؟ انجليزي؟ ايه اوجست قول له اوجست. اوجست شهر الحر والله من الحر هذا الشهر. اغسطس هو الحر. طيب احنا شو نقول؟ انت تقول اوغست. اوغست هو اغسطس. الله يسلمكم. تدرون ليش اعرفه؟ شنو؟ ليش؟ عشان المعزه ولدتي. الله الدافور الدافور العب يا هلا منور منور. هذا يجيب العصا معه يا هلا بتفيلة العشير اللي نحش العشير. تفضل تعال انت. من الحلال ما علي ابيك جنبي. والله يا اخوك انا تدري انا غلط غلطة حياتي. انا المفروض اني انتظرته ان شاء الله انه بيرجع ان شاء الله. لكن يا صالح الرجاء سمعت تهديدك. والله يا صالح اللي يختلف الكلام. شربي بشربي يا خالد ان شاء الله اني 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 اكون تعاملي معي لطيف. خلك لطيف مثل الجميل. فاصل وخصم قبل شوي منطقة محظورة ما قال شيء عادي. والله لو يسويها هادي والله لو يسويها هادي والله يسويها هادي والله والله الحبيب صالح يندم يندم على الساعة اللي رجع فيها القرية. انا نسيت صوت رابع الحاج محمد جابر. والله ارحب حب ارحب يا ابو صالح ارحب حب للراوي يا لي حزم ارحب الله الله صدق مره مرحب ارحب يا ابو صالح زيد صدق صدق معجب شوف الله بيستعد مرحبا يا اخي خلاص عاد حق الرواق كذا مع ال والله يا انا انا هنا بعد البرنامج صفق راسي شوف اشياء غريبه تقول انت قلت هو والله بعد البرنامج بتروح اول يومين انا بروح الله يجيك كل تبي شيء ذا البرنامج تروح فيها معاه لا صدق اول يومين والله ما ادري تبوك انا تقعد هنا والله خطط ارتجالي لازم اروح لتبوك يا رجل مشتاق والله مشتاق ورحت للبحرين اول تبها ورحت لدبي كفو ورحت لابها والله رحت لابها كفو والله العظيم والله وديك الطياره توديني الرجال خطوط مهمين يعني انا اوديك للطياره ايوه انا اركب وطلقول امني بالموضوع اقلع ولا اوديك بالسياره يبي يقول قصه الله اوديك الله ليهينك قد رحت انا خط لا بيدك فيك قد رحت انا خط ابوك والله تبغى تسلم جميل يعني لا والله بس اني يا رجال ابعد مشوار ابعد مشوار مشيت خط ايش الله يطول ابعد مشوار مشيت خط بحياتي كم كيلو من تبوك الى دبي كم كيلو خط والله من تبوك للرياض الى دبي من تبوك للرياض كم هذه 1000 وعليها 1000 زود تمام ومن الرياض الى دبي كم كيلو 1000 وعليها يعني تقريبا في بطنها 2000 و شيل الرحله هذه شيل الرحله من 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 الغاط لين تبوك من تبوك على الوجه على هذا على منك من تبوك لين جده والله ما يبدا ومن جده لين الرياض انا في وجهه واقف عني كم توقع توصل والله ما والله ما في 2000 خل مالك استري كم على مالك انا ابغى عشان شيء انا ابغى عشان اعطيني عطني عطني قهوه جلس وعطني قصه بقول باجي وبجلس بقول قصتي ولا حد يتقهوى لا انا خلاص تم على طاري طول خط بابها كنت وجتني كورونا وانا بابها ابو حاجز طيران ما لقيت وابوي قفل قال والله تجي خل تعرفنا خايف علي ما ادري ايش يخاف علي اوه يمين يسار يمين يسار وطيح لي على محل اجار اخذ السياره بابها واسلمها بالحفر اجرت لي سياره صينيه أجار يوم واحد ب 1600 ريال والله العظيم والله وانا اخذ اسوق هالجلد ذا ب 500 كيلو من ابها ولا ساهر صادني لا لا جيت مع الرين للرياض يوم تعديت الرياض طبيت المجمع باقي 200 كيلو على الحفر وست سواهر هذا نفس البرنامج جيت 4 فاصل في يوم واحد
لا اربع فوالات تهمني والله واحد. انت لا تهمني شيء وانا بري من يشكك بحبي لك ذنب افترى انت وبتروح من ربي يا كسر اظهري يا حياه الشقا ولا حياه الزرا احسب معلش احسب ذكر قوي وجنك لين شفت التعامى وانت عينك في سنكرس وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طريق اخلص باخذك اخلص اخلص سنكرس وين؟ والله كتب اي بقول لي عشت يا جاي. تخيلوا عيال متسابقين بدون جميل. حاضر ان شاء الله. تخيلوا السيدي بدون جميل. خالد كم لك ما سمعتها؟ يعني كيف بيكون؟ كم لك ما سمعتها؟ عادتهم ايش الفجر قدامي. لا خلاص ولا حد. عادتهم ايش الفجر قدامي. ما اعرف. طعم بهاج. لا انا اللي اعرفها. انضغوها باللي يحصل. انضغوها باللي كعب اللي كعب. والله اني بطوي لمست. رفع نفسي عن علوم الدناء والله لما الطويل المستقل رفع نفسي عن علوم الدناء انبغاها باللي احسن جيت كلي وانبغاها باللي كعب اللي كعب كيف يا امون والله قلت ما اعرف من الغالب كعب اللي كعب اثلم استعلي وجهك كاميراكي محطوه عشان تتس عليه ما في مكان يا فهد انا وقيس الله عافيك يعني صدق انك شاده مره يا فهد صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اول شيء بيض الله وجهه قلوب الدعم وكل من ساهم في اسعادي واولهم انتم تستاهل والله يا ابو محمد تبي يخصك يا معجب نعم والله انك تستاهل تستاهل طيب قصتنا اليوم من الربع احنا من يوم احنا نتحدث سلطان حميدي قلت ما عندك غير تغني ولا ويقول قصتك تطلع فاصل انا اتحداك سلطان حميدي ان شاء الله ما اطلع فاصل ان شاء الله هداك ان شاء الله على الظاهر عديتك المهم واتعذر من جمهوري وناس اللي يدعموني اني طلعت فواصل والله انا اسف الله كذا تسلمنا احنا طلعنا 4000 فاصل ما تعرف الله يا العيال مره انا كم مره تعال مؤدب انا مؤدب انا طلعت فواصل برا القريه طيب انت ايش زي ما سمعت قصتنا اليوم عن بنت الشيخ بن غافل انا حبيبي دنعة خلينا نجي عدتك كاملي اغير انا جاي خلينا نبدا قصتنا خذ لكم بسكوت تعال اجلس. اوه عندكم مساكيت. خذ اي عندنا مساكيت. اوه لبيه. تذكرني بجمع زمزمية. ابو ناصر. ابو ناصر اعطنا زمزمية. ابو ناصر تعال 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 تعال. اغير اغير. استغفر الله خلاص والله خلاص اسلم ما عاد. ابعد وانشغل. لا والله انت. الله يرحم من جابك انك تجلس. صلوا على النبي قصتنا اليوم عن بنت الشيخ بن غافل بنت الشيخ بن غافل جاء عليهم حرب وجاء عليهم معركة وبعضهم الأغلبية يعني توفوا في ذا الحرب في يوم بدأ الحرب وبدأ الحرب مطولة مبطي معهم تقريبا لها 15 سنة أو ما يقارب الشيء ذا فزادت الحرب عليهم في ذاك اليوم وهي واردتن للبير يوم انها عودت واقبرت ولي الحرب قدامها ولي الناس ذبح وذبيح على عربها على عربها فجفها القعود اللي هي راكبته وهجبها ترده وهو يروح المهم انها هامت في ذا السحره وجاتها ثياب تناهشت القعود وطاح القعود انزلت وعدت لها في شجرة تكت في هنودها المهم برقت وين تروح وين تجي وين أخذت شوي غير صوت الرجال يوم جو يوم اقبلوا عليها واللي جاي تم من حول عربها حول الدار اللي هم فيها واللي الناس جاية تمشي قالت هذولي الناس اللي هجموا على ربي سكتت فشرة أخذت شوي غير يوم جو لين حطوا عفوشهم تحتها الشجرة بقيل
شافها عقيد القوم نظر فيها قال انزل تراك في وجهي حماها بوجهه ونزلت. في يوم نزلت اخذوها ودوها يم عربهم قال انت من انتي هي ما تقدر تقول انا من انا خايفتن ان ذولي الناس اللي محاربين محاربين اهلها فسكتت وقالت انت من انتي تسكت تبكي انت من انتي تبكي عيت تجاوب افخ الله قالت البنت معاهم ابطت قال ولد الشيخ يا ابوي انا بات قال من انت بتاخذ قال باخذ البنت اللي لقيناها قال ابوك البنت ما علمتنا هي من منية القبائل ايه قال باخذ ما انت يا ولد الشيخ انت يا ولد الشيخ ما بتزوج الا هي اذا ما تزوجتها ترى ما راح تزوج قال تدري اجل حط بيتك ورا بيتي عشان ما تستلم الشيخ بعدي لما مت ما تستلم الشيخ قال تم يقول هذا الولد افتمموا وجاء بيته ورا بيت ابوه فالرجال جاب له ولد سماه سباع من البنت هذه وهم ما يعرفون للحين وش قصه البنت وليش جت في الشرف وليش وش وضعها جاء لها ولد ستيمه اللي من جو العيال اللي كبروا في سنته ولا ما حد يناطح فجاها كل يوم قال سمعي فوش الولد اللي بنروح انا وياه وجد قال هدا سمعت فوش الولد ركبوا وروحوا داجوا على الديار داجوا ونصوا وراحوا ومنه مروا على ديرة اهلها في يوم جاء عند ابوها كريم في يوم جاء عند بيت مروا بيت ابوها واللي بيت ابوها روس رضبه هشيم رضبه روسها ما تطبخ فروس رضبه هشيم من كثر ما يذبح من الضبه لضيوف هي يوم مشت وهو حي ابوها هي. لا هجبها ما تدري ايش صار في ربعها ولا تدري ايش صار عندهم بس انها تشوف ان المعركه يعني فيها مذبح جاء الولد يوم جاءه هو يدخل على امه جدته وابوه معه وجده معه وفي تجي سبع انا امك تعبتها وفي تجلس قالت سبع علمني وش لقيته وش شفته علمني قصه كان امك طبعا امه اليوم انها شافت ولدها راح من طرقه تقول ايش سويت وش ورحت ذات هو راح انشدت قالت وين رحتوا تبي تشوف ايش علم الولد قال يا امي رحنا وقنصنا ومرينا ذاك الديره روس الضبه هشيم فيها وهي تبكي ويتخم ولدها وهي تبغى نظر فيها عمها قال البنت علامها والله ما بكت غير عندها علم ابي اعطيها شيء يظهر ما في خاطرها أي. راح لها قال انا جاي نضيف ونسى القبيله نعطيهم كل حرمه شغلتن تسويها وانت عندك الدقيق والرحى الرحى من اول تهيض القريحه تخليها تغني عطها الرحى وقامت تطحن الحب وسباع عنده وفغنت قالت سباع أمك تبكي بعين حفيت ودموعها تحفي مذاري خدودها دمع يشادي قرب تنشوش لي زعوج مع الشاه زعول قعودها زعبيت يا عماني همية ولاني من اللي هافيات جدودها أنا من زعب وزعب اليوجه وعلى الخيل عجلات سريع ردودها أهل سربة لقفت أفكانها مهجرة ونقبلت كنا الجوازي برودها لا تلقحون الخيل يزعب يا هلي ترى لقاح الخيل يردي جهودها أنا فتاة الحي بنت من غافل كم بنت شيخ نهج فيها قعودها الله. أنا فتاة الحي بنت من غافل كم بنت شيخ نهج فيها قعودها نزلت من ركبي وعديت سرحة وحطيت رفن في مذاري فنودها وقال انزلي يا بنت وانتي بوجهي ولا جيت هلا واثقة من عهودها قال انزلي يا بنت وانتي بوجهي ولا جيت هلا واثقة من عهودها حربنا رجعت لأهلها ورجعت اللي صار عندهم رجع حربنا وتو البنت نشوم بهمها لأن استتمت واستوى زين عودها 15 سنة ما يحاربون حربنا وتو البنت نشوم بهمها لأن استتمت واستوى زين عودها 90 مع 90 والفين فارس تحت صليب الخدي طوال حودها 90 ابن عمي وبويا واخوتي تحت صليب الخد يطوال حودها المهم انها ابحرت في ذا القصيده وفي وصف المعارك اللي حصلت عليهم في يوم سمع الشيخ والشيخ ماكل ورا في الخيمه سمع الشيخ قال انا ابوك اتمخذ لك بنت قوم بنت شيخ انا ابوك بيتك ما يحط ورا بيتي بيتك قدام بيتي يا سلام قال يا ابوي والله يا ما احط عندك اني لا اجي جنب بغيت تغير مكاني
حطني جنبك. يا سلام. يا سلام. سلام. الله يا ابو محمد. القصيدة القصة هذه اهداء لقروب الدعم واهداء سلطان الحميري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بالله عد 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 القصيدة. القصيدة القصيدة هو. انت الله يهينك ما شاء الله الله يبارك فيك. انت انت بتفهم القصة من القصيدة. انت بيك حساب حسابي معك حسابي عشان اليوم هنا في ابشر بسعدي بحنين البنت تقول شباع امك تبكي بعين حافيه ودموعها تحفي مداري خدودها دمعني شادي قربة تنشوش لي زعوج مع الشاه زعوج قعودها زعبيتني يا عم ماني هميه ولاني من اللي هافيات جدودها انا من زعب وزعب اللي وجهوا على الخيل عجلات سريع ردودها اهل سربت لقفت افكنها مهجره ونقبرت تن الجوازي برودها لا تلقحون الخيل يزعب يا هلي ترى لقاح الخيل يردي جهودها انجت مع السمحاء ما يلحقم بكم وانجت مع السندة لزوم انتقودها انا فتاة الحي بنت بن غافل سم بنت شيخن هج فيها قعودها انا فتاة الحي بنت بن غافل سم بنت شيخن هج فيها قعودها نزلت من ركبي وعديت سرحة وحطيت رفن في مداري فنودها قال انزلي يا بنت وانتي بوجهي ولا جيت الا واثقة من عهودها حربنا وتو البنت نشوى بهمها لان استتمت واستوى زين عودها 90 مع 90 و2000 فارس تحت صليب الخد يطوى الحودها 90 و90 مش يقول ابن عمي واخوتي تحت صليب الخد يطوى الحودها وغنت فيها يا سلام القصيده ما يقارب 50 بيت يمكن نقزت منها يا وجه والله صح الله لسانك عز الله قصه طيبه البنت ابشر بالسعد ابشر بنا يا ابو ابشر بالسعد ولا لا قصه ولا قصيده ابشر بالسعد يا ساتر يا ساتر ام الابغى سالفه جديده هذه خلاص تغيرنا يا ابو سولف ياخذكم الجلسه ايه ياخذ لنا جلسه وسام العزيزي جلسه الراوي اسمها هنا ابو جلسه الراوي يا خالد خالد هذه طعم رسامه جلسه الراوي ابو غالب هذه اللي خلاني جايبها يا ده انا تعبت من الجو يا رجال